وناخذ الجمهور الى السعوديه وتحديدا مدينه جده مع اجواء السينما. ضيفنا معنا مباشرة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الممثلة السعودية آيدا الكوساي والمخرج مان عبد الحق. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. كيفكم؟ أهلا عبد الرحمن. يا أهلا. أهلا أهلا أهلا. أيدا ومعاد، أنتوا اليوم معانا عشان نتكلم عن فيلمكم الرهيب جنون اللي شارك في المهرجان ضمن قسم سينما السعودية الجديدة، واللي عرضه الثاني من المهرجان حيكون بعد ساعتين من دحين. تقدروا تحكونا كيف شفتوا التجربة أول من الفيلم؟ أنا سمعت السؤال. أنا السؤال بالله عيدي شوي مرة ثانية. لكم في الفيلم؟ طبعاً الفيلم يعني من إخراجي أنا وأخوي ياسر عبد الرحمن، ومن مشاركة نخبة من الممثلين الرائعين عايدة القصي، سمية رضا، صالح عالم، وحتى الممثل أو البرودوسر نور ريبيرو في لوس أنجلوس. الحمد لله يعني لما اجتمعنا مع بعض يعني حسنا نحن نفسنا عائلة واحدة. اشتغلنا على الفيلم هذا، حبينا البروسس جداً. البروسس كان مرة جميل، التصوير كان رائع، مرة انبسطنا وإحنا قاعدين نصور، لأنه صورنا بألي وبغابة، يعني عشنا أجواء فيلم الرعب من جد، وخصوصاً إن المنطقة اللي صورنا فيها معروف عنها إيش اسمها، سوسايد راك. يعني تصير فيها أشياء غريبة أوريدي. الآن أول شيء شو هالتريلر، ثاني شيء الفيلم مصنف مغامرة رعب وتشويق، ممكن تخبرنا ملخص شوي عن قصة الفيلم؟ طبعاً الفيلم يحكي قصة شاب اسمه خالد يطلع مع أصحابه وزوجته إلى أمريكا عشان يحاول يصنع محتوى. الفيلم يعني يحاكي قصة الجنون، جنون الشهرة، فإلى أي مدى تروح عشان تأخذ محتوى. How far would you go for content؟ هذه طبعاً التاجلاين حق الموبي. كتير حلو. فياسر وياسر أخوي المخرج، أنا وياسر أخرجنا سوا، فوي تاكل بس الفكرة هذه، لأننا كنا عايشين مع مشاهير مرة كثير في أمريكا، وشفنا الحال، شفنا الوضع كيف هم يحاولوا كل يوم إنهم يسووا فيديو، لازم كل يوم ينزلوا فيديو عشان كونتنت بأي طريقة كانت، وفي بعضهم يعني يحرجوا نفسهم، بعضهم يمسكوا من الشرطة يعني بس عشان ينزلوا الفيديو. فحبينا حتى لو الموضوع كان كذب عادي، أهم شيء الشهرة. نعم. حلو. إيه ده، ممكن نعرف منك شوية تفاصيل عن دورك بالتحديد؟ أنا الشخصية اللي لعبتها شخصية جيجي اللي هي جنة. هذه الشخصية تعتبر شخصية جداً مزعجة، لكنها برضو هي نوعاً ما بلوجر، فهم يروحوا يقابلوها. هذه صديقة الطفولة، الشخصية من شخصيات اسمها خالد وعصام، فلما يروحوا يقابلوها هناك يقرروا كلهم يروحوا على هذا الكوخ علشان يسووا كونتنت. وطبعاً مين اللي كان الوقود للنار هذه اللي متحمس يبغى يصير مشهور؟ طبعاً جيجي، لأن هي بعد نفس الموجة. راحوا هناك وتورطوا. نعم. بس ما نبغى نحرق. ما نبغى نحرق. خلاص هذا أكثر شيء يقوله. أنا أقدر أحرق، أنا حضرت العرض الأول. لا ما تحرق. أيوة صح. أيوة أنا بقول لك أنا بعد الحلقة.